السلام عليكم مشاهدين ديالي العزاز على قلبي، مرحبا بكم يا اخوتي واهلا وسهلا بكم بهاد الجولة من مدينة الفنيدق الى عيليين او لانيغرون. وطلع يا اخوتي على حراقة، ايوا دور اخوتي على حيدرة ورجع الكاستياخو، دورة خفيفة ظريفة. خليكم معايا تعرفوا على المنطقة الشمالية يا اخوتي والجبال ديالها يعني، وخارج المدينة المجال المدني خارج المجال الحضاري. وما تضحكوش عليا، مرحبا بكم. بقى كنتعلم اخوتي نهضر وبقى كنتعلم نصور، وصبروا معايا يا اخوتي. خليكم مع هاد الموسيقى الجبلية وتمتعوا لي بهاد المناظر الخلابة. اخوتي هنايا كنبغي نقول لكم المغرب ديالنا الجميل اخوتي، انتما كتشوفوا الدنيا غزاله ما شاء الله، وفي الصيف كتكون احلى وكتكون هاد الطريق هادي ما عندك شي مين دوز. دابا في الشتاء كتكون الدنيا مرخوفه الحمد لله، ولكن في الصيف كتكون عامره. واش غادي نقول لكم يعني الدنيا كتزيان صراحه، وكيعمروا علينا الخوت الجاليه المغربيه والاخوان ديالنا. الناس كتجي من كل المدن المغربية وكتكون الدنيا غزالة. هادي هي الدخلة اخوتي ديال نيغرو ولا ديال عايلين قنطرة هادي، ومن هنا الطريق كتدي للسوق. وصراحة اللي كيبغي الهدوء ديال الجبل احسن سكنة هي هنايا في نيغرو في عايلين، يعني احسن سكنة جات واطية مواطية مع راسها. و المهم الناس عندهم هنايا هادوك شنو كيقولوا لهم الزريبه، شنو كيقولوا دا ياسين العزيب، هانا عاد فكرت الهضره اخوتي كتنسى لي بزاف الحاجات تنساولي. وصافي هاد الطريقه اخوتي اللي كتدي للحراقه واللي كتخرج في حيدره. المهم حنايا انا صورت هاد الفيديو هذا، واخا نزلت لكم فيديو ما بزاف اللقطات اللي ما نزلتهمش، دابا جمعت ديك اللقطات وهاد المناظر وقلت نشاركهم. كاين عشاق هاد المناظر هادو، الناس اللي كتعجبها تشوف يعني. واخا دابا حنايا هادشي هاد اليوتيوب وهاد مواقع التواصل وفروا لنا بزاف ديال الحاجات. دابا انتينا انت في كازا وانت كتفرج شنو عندنا هنايا في العروبيه ديالنا، وحنايا عاود هنايا وكنتفرجوا شنو عندكم تما في العروبيه ديالكم كيف عامله. يعني هذا كيشوف هذا، واخا البعد والمسافه بعيده وداكشي يعني كلشي واضح وباين، يعني غير من التليفون كنكتشفوا بزاف ديال الاماكن وكنعرفوا بزاف ديال الحاجات. ومغربنا واحد ويعني مزيان اننا نتعرفوا عليه. ايوا صافي خوتي خليكم شويه مع الموسيقى عاوتاني. المهم هذه هي الوسطه ديال نيغرو، هنايا عندهم مدرسه والجامعه، المهم الطبيب، السوق، هانتوما كتشوفوا العيال ديال المدرسه. يلاه يعملنا شي تاولد الخير على هاد القرايه هادي الزينه اللي كاينه هاد العام، ما عرفناها سنه بيضاء ما عرفناها سنه كحله والله الا. ايوا المهم اخوتي خليكم عاو شويه مع الغنيه، خليكم
هنا يا خوتي جبرتونا وصلنا لحيدرة. خرجنا من نيجرو، هذه هي حيدرة. حيدرة عاوتاني عالم اخوتي، عاوتاني الدنيا غزالة تما في حيدرة. ايوا وكاينين الديور، هانتوما هذوك الديور اللي كتشوفوا الفوق. المهم حيدرة كبيرة عاود، وانتوما كتعرفوا دابا الجبل كيكونوا الديور مبعدين على بعضياتهم، قليل فين كتجبر شي مجمع يضح حدا بعضياتهم، السكنة كتكون مرتاحة ماشي بحال في المدينة اخوتي. الدار لاصقة في الدار، صداع الجيران والطونوبيرات والمطار، هيدا بعدا يعني الهدوء والسكينة والراحة النفسية. ايوا صافي خوتي، هادي هي حيدرة، ومن لهنا غادي نرجعو بحالنا لكاستياخو. ايوا صافي، مهم ما تنسونيش في اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم الغزالة، وكثروا لي من التعاليق. يعني حتى اللي ما كيعرفش يكتب يعمل قريبين يعمل وريضات، يعني مهم غير نزلوا تما. القناه راها نعسه نعسه نعسه، فيقوا معنا واحد شويه. ديال المحطه اخوتي الجديده ديال كاستياخو هي هادي، هادي اخرى غادي تطيح. ها المعمل اخوتي اللي كنخدم فيه انا. المهم هنايا انا عرفتكم بالمعمل اللي خدامه فيه، هو هذا. ايوا اخوتي الله يسهل على الجميع. ايوا صافي اخوتي، هذه هي الجوله ديالنا، وكما قلت لكم كما العاده كثروا من اللايكات، كثروا من التعاليق. لايك كاين لايك واحد، عندكم تعملوا لي ديك ديزلايك، عملوا غير اللايك. يلا اخوتي باي باي عليكم، خليكم مع الموسيقى تسلسل الفيديو.